يا مساء الخير والهنا على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة عايز افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا، وكمان تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. فكرتوا قبل كده او جربتوا قبل كده ان انتوا تساعدوا نفسكم؟ ده الموضوع اللي انا عايز اتكلم معاكم فيه. لو فكرتوا قبل كده ان انتوا تساعدوا نفسكم فدي تبقى حاجه كويسه جدا، انما لو دايما بتستنوا ان السعاده تجيلكم عن طريق الاشخاص التانيه صحتكم النفسيه هتتعب شويه. سعادتكم مسؤوليتكم انتوا، مسؤوليتكم انتوا الشخصيه، سعادتي الشخصيه مسؤوليتي انا الشخصيه، ما استناش حد يساعدني. احيانا بنحتاج ان احنا نركز على التفكير الايجابي عشان نقدر نواجه التحديات اللي بنمر بيها وبنشوفها، ونقدر ندي لنفسنا الكريدت او القيمه اللي احنا يعني نستحقها واللي تساعدنا وتحسسنا بالراحه النفسيه اكتر. احنا معانا فيديو من صفحه الكاتبه غاده كريم، خلونا نروح نشوفه ونرجع نكمل كلام معاكم. محدش مسؤول عن سعاده حد ولا نفسيه حد ولا بياخد باله من حد، ولا لما بتتعبي بيقول لك اه والنبي اصل انا اللي سبب في الاكتئاب، لا مدير ولا عيال ولا جوز ولا اهل ولا اي حد. فصحتك النفسيه هي مسؤوليتك كامله كامله مكمله لوحدك. فلو سمحتي انت اللي تسعدي نفسك، وانت اللي تقومي الصبح تفكري ازاي ابقى سعيده، وازاي صحتي تبقى مظبوطه، وازاي انا ابقى مبسوطه، وازاي اشتغل، وازاي احوش فلوس، وازاي اشوف ناس حلوه، وازاي ادرس حاجه جديده، كل ده يحسن صحتي النفسيه. صحتي النفسيه عباره عن مشاعر انا بحطها عن طريق الافكار. طيب يبقى اعمل ايه؟ يبقى افكر في افكار سعيده، يبقى افكر في افكار تبنيني، يبقى افكر اعمل ايه في الدنيا عشان ابقى مستحقه وابقى مبسوطه ويبقى ربنا راضي عني. احنا في الحياه في رحله كلنا ماشيين، المهم عيش اليوم بيومه واتبسط. عيش اليوم بيومه واتبسطي. فكري في اللحظه الحاليه اللي انت فيها، فكري شويه في المستقبل بس مش كتير، لانه التفكير الكتير في المستقبل بيخلي الواحد خايف وقلقان ومرعوب ومرعوب من المجهول. احنا مش عارفين، يعني الحقيقه ان المستقبل طبعا احنا كلنا عارفين ان المستقبل مش بايدينا، احنا يعني احنا نفكر نشتغل نرتب لده وبعد كده النتيجه بقى على ربنا ان شاء الله. ولكن الفكره الاساسيه هو انك انت لازم تركزي على الحاجات الحلوه اللي عندك دلوقتي، النعم اللي انت موجوده في حياتك دلوقتي موجوده، بصي عليها، امتني ليها، حبي نفسك اكتر، دلعي نفسك، وشوفي ايه اللي انت بتحبيه او بترتاحي وانت بتعمليه، ولازم تخصصي وقت وتعمليه. وبرده لما قلت لك قدري النعم اللي موجوده، دي اهم حاجه، تقدير النعم الموجوده في حياتك، انك بصحتك، انك ذكيه، انك حواليكي ناس بتحبك او بتدعمك، بتشتغلي شغلانه كويسه، بتدرسي دراسه كويسه، ما في ناس كتير غيرك عايزه تدرسها ومش طايلين. يعني لو بصيتي في حياتك اكيد اكيد هتلاقي حاجات عندك كتير غيرك نفسه فيها وبيتمناها، ولكن هي ربنا انعم عليها، يعني انعم عليكي انت بيها. فلازم تنتني لده وتبصي لده، واي افكار سلبيه حوليها لزاويه ايجابيه. بصي شوفي السلبيات اللي في حياتك وخدي الايجابيات اللي منها. انت بتطلعي بتتعلمي لما بيكون عندك سلبيات او محن او مشاكل، بتقدري لو انت نظرتك متفائله هتقدري منها تطلعي الدروس المستفاده، فدي هتبقى حاجه كويسه، انت بتتعلمي من الموقف اللي انت فيه. انما لو وقفتي عند الموقف نفسه، ومين عمل ومين سوى ومين قال وايه اللي حصل، عمرك في حياتك ما هتبقي سعيدة، عمرك في حياتك ما هتبقي مبسوطة، عمرك ما هتعرفي تتخطي حتى المواقف دي. احنا معانا على التليفون الكاتبة غادة كريم علشان برضو نقدر نعرف منها ازاي نبقى ايجابيين اكتر ونعرف نسعد نفسنا اكتر. اهلا وسهلا بيك يا غادة، منوراني. هاي نور، ازيك؟ هاي، اهلا بيك، منورة. ميرسي، ربنا يخليكي. نوري، عجبني قوي الفيديو، عجبني الكلام اللي انت قلتيه، والحقيقه نصايح مهمه قوي. لو كل ست قدرت انها تعمل كده كتير مننا مش هيبقى عندنا مشاكل نفسيه، ولا شعرنا هيقع، ولا اسناننا هتتدمر، ولا صحتنا هتبقى في الارض، ولا الكلام ده. ازاي ممكن نبقى مسؤولين عن سعادتنا يا غاده من غير ما نعتمد على حد تاني؟ افكارك ثم افكارك ثم افكارك. انا بعلم الستات طول الوقت حاجه اسمها مثلث الوعي، ان افكارنا تتحول الى مشاعر، ومشاعرنا تتحول لافعالنا. جميل. الانسان كتله المشاعر اللي جواه دي جايه من افكاره بس، مفيش حاجه اسمها انا بصحى الصبح احس بكذا، لا، انت بتفكر فكره معينه وهي اللي بتولد المشاعر. فالانسان لو عارف ان الريموت كنترول كله 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 جاي من افكاره، وعارف يتحكم في افكاره، زي الهدوم اللي بنلبسها كل يوم، كل يوم تفتحي الدولاب حد بيختار لك هدومك؟ لا،
حد بيقول لك البسي ده، لا انت بتختاري هتلبسي ايه وهتنزلي ازاي. لابسه تيشرت مقطع ولا عليه بقع هتفضلي طول النهار متضايقه، لكن لابسه تيشرت نظيف وحلو ومبسوطه ومكوي هتفضلي طول النهار مبسوطه. فاذا الانسان مسؤول مسؤوليه تامه 100% عن افكاره، وهي التي تتحول بعد كده الى مشاعر اللي بنسميها بقى بعد كده الصحه النفسيه. ايه الحاجات اللي نقدر نعملها علشان نحول الافكار السلبيه لافكار ايجابيه؟ ان يبقى عندي روتين، الروتين الايجابي بيساعد البني ادمين اللي هم يبقوا زي الاوتو بايلوت كده، يبقى سايق ومش شايف ولا جنبه يمين ولا شمال، باصص في مراياته وعربيته ومركز في السواقه. فمهم جدا ان الانسان يبقى عنده روتين، بقوم الصبح امتن، اصلي، اسبح، اروح بعد كده شغلي، اعرف هدفي فين، عندي اولاد، عندي شريك حياه، عندي شغلانه، عندي اهل باخد بالي منهم، عندي دراسه، عندي لعبه بلعبها، هوايه، بني ادمين بحبهم، روتين، يبقى عندي روتين لحد ما اوصل لسريري، مبقاش الفراغ اكل دماغي. معظم الامراض النفسيه عند البشر، او يعني خلينا نقول ان معظم الحاجات السلبيه اللي الانسان بيولدها لنفسه بيولدها بالفراغ. الانسان الفاضي اللي ما عندوش حاجه يعملها بيبص دايما على الماضي بألم وبيتوقع المستقبل دايما وحش. فبيبقى مش عايش في اللحظه الحاليه ولا قادر يستمتع ان النهارده كويس وربنا اداله يوم جديد للحياه ودي فرصه لا مش بيبص كده ابدا. فعلشان كده الناس لازم يبقى عندها يقظه مايندفولنس كامله ان احنا النهارده عايشين والماضي كان مجرد دروس والمستقبل بايد ربنا بيتحكم فيه انا بعمل ايه النهارده. فالروتين الايجابي من اكتر الحاجات اللي بتساعد الناس ان هي تبقى ماشيه على التراك بتاعها. مظبوط. الناس اللي حوالينا تاثيرهم علينا ممكن يبقى واصل لحد فين؟ يعني الناس حوالينا ممكن ياثروا على تفكيرنا، وازاي البني ادم يقدر يحوط نفسه بناس بيفكروا بطريقه ايجابيه؟ دايره الصحاب دي قد ايه بتاثر علينا؟ طيب هو ان يعني احنا مش بنختار كل البني ادمين اللي في حياتنا، يعني حضرتك ذكرتي مثال الصحاب بس مثلا في مثال الاهل. طبعا. فاحنا مش بنختار كل الناس اللي في او الناس اللي في الشغل، المدير والكوليجز والناس دي. احنا مش بنختار الناس قوي، احنا بنتاقلم مع الناس. الانسان برضو بيتحكم في يعني اللي داخل لي ده داخل لي بايه؟ كل انسان بيقدر يتحكم في نفسه. عندنا ودنين، ربنا خلقنا بودنين وعندنا انفعالات تجاه الاشياء. انا اللي بدي الحاجه طاقتها. انا اللي بعمل لكلام الناس قيمه. انا اللي بعمل لكلام اللي قدامي باخده على محمل الجد او محمل الغضب او محمل الحب. يعني ممكن تقول لي امي وانا نازله انت مش لابسه حاجه حلوه النهارده، تقول لها لا يا امي لما ارجع مش عارفه ايه بتاع، تسلمي لي، ما اقدرش اعيش من غيرك، انت اجمل واحده في الدنيا. وممكن اقول لا، هي ازاي تقول لي كده؟ هي ضايقتني، هي ما ينفعش تقول لي كده، ليه ماما بتقولي كده على الصبح، انت بتضايقيني، بتقفلي لي يومي. رد فعل الانسان هو اللي بيتحكم في كل شيء، مش بس الاخرين. فانفعالاتي انا اقدر اتحكم فيها، وهو ده اللي بيخلي تاثير الاخر يا اما قليل يا اما كبير. وهو نفس التاثير، يعني هو نفس الكلمه اللي اتقالت بس رد فعلي هو اللي بيديها شيء. فالانسان لازم يتعود دايما ان هو يتحكم في رد فعله. في حاجات اولويات في الدنيا بنديها طاقه، وفي حاجات مش اولويات في الدنيا بنسحب منها الطاقه تموت. طب ايه رايك في الشخص اللي ممكن يعمل كل النصايح دي فيتقال عليه بقى او يتقال عليها دي انانيه، ما بتحبش غير نفسها وبتسعد نفسها بس ومش باصه للي حواليها؟ وازاي الواحد يبقى عارفه ازاي اقدر يعني اسعد نفسي ويبقى فيه اللي هي الشعرايه اللي هي ما بين ان انا مغروره وباصه لنفسي بس، وان انا بس لا بسعد نفسي في بعض الاوقات علشان اقدر اكمل. كل انسان عنده دور في الحياه، يعني دور كابنه، دور كزوجه، دور كام، وهكذا. الادوار دي لازم تتعمل بالتوازي مع فكره ان انا يعني ما ينفعش مثلا اروح الكوافير وابطل وما اوديش ابني التمرين، هنا انا بقوم انانيه. بس ممكن اروح الكوافير بدل انا اودي ابني التمرين، او اودي ابني التمرين في الساعه في التمرين اروح الكوافير وارجع. الانسان لازم ينظم وقته، ان في بني ادمين الانانيه دي عباره ان انا اهتم بنفسي وما اهتمش بالاخرين، ما اعملش دوري تجاه الاخرين. حتى لو انا صغيره مثلا دوري ان انا اذاكر بس. فالانسان الاناني هو انسان اصلا منزوع عنه فكره حب الذات، هو اصلا مش عارف يظبط بس اولوياته. لكن حب الذات الحقيقي ان انا ببقى عامله زي ازازه الميه اللي جوايا ميه عشان اعرف اصب على الكاسات اللي حواليا. فيبقى طاقتي الايجابيه هي اللي بتاثر على اللي حواليا تاثير ايجابي. من الادوار انا لازم اخد بالي من الادوار المفروض اعملها. فيبقى باخد بالي من الوقت بتاعي متقسم عليا وعلى الناس. لو اتقسم على الناس بس يبقى انا كده بني ادم بيطحن ذاته ويبقى مستهلك.
وبيدي الاخرين وما بيديش نفسه. مظبوط. فهو ده اللي احنا مش عايزينه. مظبوط. البني ادم المستهلك ده عامل زي الازازه الفاضيه اللي هيدي الكاسات اللي جنبه ازاي ميه، ما فيش، مش موجود بقى. صح. والانسان التاني هو هو بس. ما ينفعش الكاسات التانيه اللي ما فيهاش ميه دي امين هيديها ميه، فكده ابقى انا انسان اناني مش بعمل ادوار الناس اللي جنبي. المفروض ربنا خلقني دايما عشان يبقى ليا دور، يعني دايما في ناس حواليا انا مدينه ليهم بشيء ما لازم اعمله، فلازم افكر في الناس اللي حواليا وانا بفكر في نفسي. التوازن شيء مهم جدا، هو مفتاح اصلا الصحه النفسيه، ان انا ابقى شخص متوازن. طبعا طبعا. انا بشكرك الحقيقه شكرا جزيلا كاتبه غاده كريم على النصايح المهمه اللي قالتها لنا، لانه فعلا لما بتنسي نفسك وبتستني سعادتك من غيرك او بتستني غيرك يهتم بيكي وشوف انت زعلانه ليه او متضايقه ليه او ايه اللي ممكن يساعدك او كده، كتير هتقابلي خيبات من الامل لا حصر له، لان كل بني ادم برضو بطبيعه الحال بيبقى اكتر مشغول بنفسه ومشاكله وباهتماماته، وبعدين بيبدا يبص على اللي حواليه. فما تبقيش انت المضحيه يعني المستميته الشهيده في حته اي علاقه بقى في حياتك، ما تبقيش انت اللي بيتداس عليك، انت اللي مش مهتمه حتى بنفسك او بسعادتك، لا، عشان تقدري تفضلي تدي وعشان تقدري تفضلي مصدر سعاده ومصدر طاقه ايجابيه لكل اللي حواليكي، انت نفسك من جواكي لازم تبقي مرتاحه نفسيا وسويه نفسيا وسعيده وراضية. فده مش هيحصل غير لما انت اللي تعملي ده لنفسك. نظمي وقتك واولوياتك وحطي نفسك اولوية، ما تحطيش نفسك في الاخر. وفي ستات ما بتحطش نفسها اصلا، فلا، حطي نفسك اولوية انت الاول، وبعدين كل اللي في رقبتك بقى وكل اللي انت مسؤولة عنهم وراكي، بس انت الاول عشان تقدري تقودي بقى المركب او تشيلي الحمل ده كله على كتافك.